قصيدة كتبها الأخوان رحباني بعد نكسة 1967 واحتلال مدينة القدس، زهرة المدائن. قدمتها السيدة فيروز لتصبح هذه الأغنية بمثابة تاريخ وصورة. وأيضا سجلت كل مآثر تلك المدينة المفعمة بالتاريخ والحضارات المتعاقبة. جاء هذا الإنتاج الفني بجملة أعمال شهدت على ذلك الحدث المأساوي التاريخي، وما زال المبدعون يبحثون عن توصيف لذلك الحدث، إلا أن زهرة المدائن تبقى العمل الفني الأبرز والمكتمل شعرا ولحنا وغناء يحملنا إلى القدس أو يحملها إلينا. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي. زهرة المدائن كلمات قصيدة نثرها الرحابنة بصوت فيروز أرخت لمكان زرع التاريخ فيه أنيابه، فبقدر ما شهدته القدس من حروب عبر التاريخ رأى فيها الشعر مدينة للسلام. عيوننا إليك ترحل كل يوم. بعد هزيمة 1967 لم ينجد المدينة سوى تلك الترنيمة بصوت فيروز الذي سقط بردا وسلاما على من غادر القدس ويحلم العودة إليها، أو من بقي فيها ينهشه الخوف في موطئ الإسراء والمعراج. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم. قدم الأخوين رحباني أشهر الأعمال الفنية التي لا زالت حاضرة لعدم زوال سبب تأليفها، فكان وقعها أكبر من كل الشعارات والندوات والتصريحات. بداية من القدس العتيقة غنتها فيروز بعد زيارتها للمدينة مع الأخوين رحباني عام 64، أنا لا أنساك فلسطين، راجعون، غنتها عام 54 كلمات الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد، أجراس العودة، خذوني إلى بيسان، جسر العودة، يا ربوع بلادي، يافا، سنرجع يوما، سيف فليشهر، للشاعر سعيد عقل. زهرة المدائن أطلقت بعد هزيمة 67. بأيدينا للقدس سلام. بأيدينا للقدس سلام. لم تغب هذه الأغنية عن المسرح، ولا زالت هذه القصيدة بمثابة صرح إنساني وتاريخي يلقي الضوء على المدينة التي لم ينفد صبرها يوما في انتظار معجزة تعيد الحق لأصحابه. للقدس سلام. جميل ظاهر، العربية. ينضم الآن في الاستوديو إلينا زميل جميل ظاهر، محرر الأخبار الفنية. أهلا بك جميل، صباح الخير. صباح الأغاني الحلوة اللي دايما بتختارها لنا في الفقرة. الأغنية دي تحديدا تعتبر تاريخ وصرح زي ما أنت قلت في التقرير، إزاي بتقدر أغنية تنقلنا من مكان لمكان وتنقلنا لمدينة القدس وتكلمنا عنها وتحكي لنا عن تاريخها؟ طبعا نحن اليوم يعني لازالت المأساة قائمة في كل مكان، للأسف تتجدد وتتسع أكثر هذه المأساة. إنما يمكن في فرق هون حابب أحكي عنه، يوم كان اللبنانيين بالتحديد يشعرون بمآسي الآخر ويقدمون هذه المأساة بأهم وأجمل الأشعار وأجمل الأصوات، إنما اليوم للأسف كان في مشهد يمكن شفتوه بالأخبار، لبنانيين يتعرضون للاجئ سوري ويضربوه على الطريق. فعلا مفارقة غريبة جدا، وإن كنا بعصر الرحابني، هذا العصر اللي كان يحمل الهم العربي ككل ويحكوا عنه ويأثروا الشارع العربي بما يحدث، يعني خاصة حدث مثل مدينة القدس. لما سقطت مدينة القدس نسموه قالوا سقط العدل، فهذه المدينة لازالت حتى الآن تعاني، سكان هذه المدينة يعانون الكثير، وكانت هذه الأغنية بمثابة حدث يؤرخ لما حدث في عام 67، وأيضا يطلع الأجيال اللي ممكن قد تنسى إنما قيمة هذا العمل الفني والشعري قد ما هو متقن يتجدد دائما، والأجيال تطلع على هذا التاريخ ليس من خلال كتب التاريخ ولا من الخطابات السياسية الرنانة، إنما من خلال هذه الأغنية اللي هي تجسد
كل شيء في القدس لدرجة أنه فعلا يعني تأخذنا إليها أو تأتي بالقدس إلينا. هذا اللي أنا يعني هي تبقى كناقوس في الذكرى. نعم. إلى أي مدى من الممكن أن نقول أن هذه الأغنية بقيت خالدة لأن عناصرها توافرت في لحظتها؟ يعني الرحابنة وكذلك سعيد عقل وأيضا فيروز، المثلث هذا اكتمل في لحظة اجتمعوا فيه. على كل حال هون فرصة نوضح شغلي، زهرة المدائن كتبوها الرحابنة وليس سعيد عقل، هو كتب سيف فليشر سعيد عقل، إنما في كتير اعتقاد عند كتير من الناس أنه الرحابنة من كتب هذه القصيدة، وهذا مؤكد يعني 100%. سيف فليشهر هو ما كتبه سعيد عقل لفلسطين، إنما مجموعة الأغاني الأخرى اللي هي يافا، سنرجع يوما، راجعون، القصة العتيقة، كل هذه الأغاني كتبها الرحابنة. وفعلا هن يمكن عظمة القصيدة قدت يعني للسامع يقول أنه أكيد شاعر كبير اللي كتب، يمكن لأنه كان أحيانا يغفل الواحد أنه الرحابنة موسيقيين عظيمين، بس إنما كمان هم بنفس الوقت هم شعراء كبار وكتبوا هذه القصيدة بهذا الكتاب اللي هي يعني كتاب راقي وشعر موزون وله قيمة ووقع كبير ومؤثر مثل ما عم نشوف حتى اليوم عندما نسمع هذه الأغنية، نستطيع أن يعني تصلنا هذه كلمات طبعا بصوت فيروز اللي اضاف للمعنى وللحن. بس زهرة المدائن بتعتبر، انت زي ما انت قلت فيروز غنت كذا اغنيه لفلسطين، افضل الاغاني اللي قدمتها؟ ما فينا نقول ان كل هالمجموعه، يبدو انه كان الزمن مختلف. كل الاغاني تغنى يعني ليس اقل من جسر العوده ولا اقل من يافا ولا اقل من سنجا، كلهم يعني وسيفهم فليشهر. هالاغنيه بالتحديد لانها مرتبطه بالقدس وما تعنيه القدس يعني لكل العالم من ناحية إنسانية وحضارية، عم نحكي ليس فقط للمسلمين أو ليس فقط للمسيحيين، إنما هي إرث عالمي. هذه المدينة فيها كانت تجتمع الديانات الثلاثة، كان فيها اليهود والنصارى والمسلمين، قدروا يخلقوا هذه الحالة من التعايش بزمن ما، إنما المأساة اليوم يعني عم تكون موجهة ضد فئة على حساب فئة أخرى. بس لكن تبقى هذه الأغنية مثل ما قلت كما قدمتها فيروز بالطريقة اللي انكتبت فيها هي الأكثر حضورا حول هذه المدينة. حاولوا بعض الفنانين أن يقدموا أغاني مناسبتية يعني أنه كي يثبتوا حضورهم أو كي يستفيدوا من يعني من وضع نفسهم بهذا المكان أنه أنا غنيت للقدس، لكن حقيقة ليس هناك من أغنية غنت لهذه المدينة أو تحدثت عن هذه المدينة لها هذا الوقع وهذا الإحساس يعني الموجود بأغنية زهرة المدائن. طيب لا يعني حتى انه من غناها فيروز يعني، وفيروز اجادت في وحتى في طبقات الصوت وحتى في تلوين الجرس الموسيقي الكلمات كانت ايضا مختلفه. ولكن ايضا مما قرات ومما بحثت انت يا جميل، كيفيه ربما خلق هذه الفكرة لدى الرحابنة وحتى ترجمتها عبر صوت فيروز، كيف جاءت؟ كيف كان؟ أول شيء لازم نتذكر أنه كان الجو العربي مختلف آنذاك، وكان في هذا الحالة القومية العربية، وكان في حتى التصوير بس أنه كان بوقت الناس يعني بعد قضية فلسطين كانت يعني أول هيك مأساة بلحظة يعني بعد الاستقلالات العربية، نحط استقلال بين هالألين يعني، كانت هذه أول مأساة حقيقية وشافوها الناس من خلال الناس اللي تركوا اللجوء اللي صار وقتها من فلسطين إلى لبنان وهذا. وكان في زيارة بالخمسينات، هني زاروا مدينة القدس الرحابني وفيروز، فهن تعرفوا إلى هذه المدينة يعني رأوها لهذه المدينة، عشان هيك لما تحس أنهم كاتبين عنا يعني هن يعرفون جيدا عن ماذا يتحدثون من خلال ما رأوا بزيارتهم لفلسطين. كان بعد أول بعدها كانت القدس لم تسقط بالوقت اللي راحوا هني زاروها الرحابني وفيروز، فبعتقد انه الجو العام انذاك كان فيه هذا العروبي الطاغي والحس الانساني اذا بدك كان موجود باعلى مستويات. فتبقى هذه الاغنيه فعلا اغنيه خالده طالما لم يزول سبب وجودها. خلينا نسمع منها شويه اذا. شكرا جزيلا. شكرا لك جميل، واحنا نقول يعطيك العافيه، نراك شكرا. شكرا لكم انتم ايضا. شكرا لك عادل، شكرا لكم مشاهدينا، الى اللقاء. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل